فعاليه الافتتاح فعاليه النسخه الرابعه ديال معرض كوزين اكسبو، المعرض الدولي لصناعه المجوهرات والحلي والمعدات في الدار البيضاء. هذه السنه كنعيشوا النسخه الرابعه اللي مختلفه عن النسخ السابقه. اولا بحجم بعدد المشاركين اللي وصل 70 شركه و70 عارض محلي ودولي، وعندنا 30 وعندنا 10,000 زائر ان شاء الله المرتقبه. التنوع العارضين هو واصل، يعني 11 جنسيه مختلفه. عندنا عارضين من الهند، عندنا من تركيا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، عندنا من الولايات المتحده الامريكيه، عندنا من تونس، لبنان والاردن، بالاضافه العارضين المغاربه اللي كيشكلوا 70% من العارضين. الحمد لله، يعني المعرض غادي في الطريق ديالو. العدد يعني مجرد نقولوا الرقم ديال 70 عارض وايضا 10,000 زائر، فهذا كيبين بان المعرض فعلا غادي في تحقيق الاهداف ديالو، وانه اصبح واحد موعد سنوي مهم لجميع رجال الاعمال اللي كيعملوا في هذا القطاع، كيحطوه كاولويه باش يجيو يزوروا ويكتشفوا يعني الاهداف، يعني يكتشفوا هذه الفرص اللي يمكن يخلقها لهم هذا المعرض. وبالتالي فالصانع المغربي والناس ديال القطاع المغربي، الصناعه المغربيه بصفه عامه، هي المستفيد الاول، اولا عن طريق يعني عبر يعني فتح اسواق جديده، يعني من خلال هنا يمكن تفتح اسواق جديده للصانعه الصناعه المغربيه، وايضا جلب استثمارات في هذا القطاع هذا ديال الصناعات الحلي والمجوهرات. فعلا احنا عندنا دابا هذا معرض جولدن اكسبو، هذا هو خاص معرض خاص بالمهنيين فقط، ولكن احنا عبر بعد ما حطينا يعني البلاتفورم ديال جولدن بوان ايما اللي هو موقع خاص يعني بالمجوهرات في المغرب، فاحنا كنوجدوا ان شاء الله انه غيكون عندنا واحد المعرض اخر خاص ديال البيع، يعني ديال العموم، لاننا ما بغيناش نخلطوهم باش ما يكونش واحد، لان هنا كيكون هنا المعدات والالات وهذا كل ما هو صناعي بالاضافه للمجوهرات والموديلات الى اخره، ولكن غنديروا ان شاء الله واحد معرض اخر اللي غادي يكون نسختين، يعني جوج نسخ في السنه ديال معرض ديال الكرون بيبليك ديال العموم ان شاء الله. شكرا.